انا اجل اصاله، لا عندي ابن عالج على حساب الحكومه، ولا زوجه ولا بنت ولا سفرنا ولا سياحه ولا شيء ابدا، ولا حتى كروت التليفون. انا اجل اصاله ما اعرفش، ربما الليبيين يفاجئوا. نحن مشينا اكثر من 15 طريق بالبر بسياره، نمشي لعند القاهره بسياره من الصبح نبات في القاهره علشان ما ندفعوش 200 الف في الطائره. هذا انفاق، ولا اللي بين يسالوا الحاجه اللي كذا، اكثر من 15 طريق ذهبت بسياره. ها، ومرات اللي ما عندناش حتى العوده، خاصه نكونوا مدعوين يعني. لكن هذا كلام ما هو دفاع عن النفس ولا انتم تعرفوا علاش يمشي يمشي عن طريق البر؟ ما يبوش يعرفوه، جينا مجرم هذا ما يبوش يعرفوه، ما يبوش يخش لهم رسمي، يبي يخش لهم مواطن عادي باش يعيث فيها فساد غادي. هذه راه القصة فيها، هذا إذا كان دارها يدير فيها على هذا الأساس. لكن بالله عليكم تخش لعقولكم أنتم، حتى الكروت قال ما نحسبش فيه. إذا كان هو الفاتورة متاعت الحلاقة اللي ما فيش في راسها شعرها، مش طحنا فيها الفاتورة 300 دولار ثمن الحلاقة بتاع راسه؟ كيف يقول حتى الكرت؟ يا سيدي اعتبرناك نزيه وشريف، المدة بتاعتك مش 4 سنوات، بغض النظر على بطلان للاجتماعات بتاعكم عن طريق المحكمة العليا. انتوا قعدتوا 4 سنوات، مفروض كل 4 سنوات خلاص تغير ديروا انتخابات، ولا مش مظبوط؟ ما نبوش نحكوا على المساوئ بتاعتك هذين بكل، نبو نحكوا على 4 سنوات. 4 سنوات كرعك في الركاب يا بابا، خلاص اربح تو لك 8 سنوات ومازال الحبل على الجرار زي ما يقولوا، وما زالت المادة الدستورية تتطوطح. المادة الدستورية ليش راحت؟ هي المادة الدستورية مش كانت راسمة فبراير الخط وماشية؟